مهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة قال إن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة مشروع قانون الرياضة. من المقرر أن يحضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اجتماع اللجنة. لمزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع بالتحديد نتابعها مع رسالة زميلنا محمد مبروك. أهلا بكم مشاهدي عين على البرلمان من أمام مجلس النواب متابعين الجلسة العامة اليوم، فضلا عن انعقاد اللجان النوعية المخصصة لمناقشة عدة موضوعات. على رأس هذه الموضوعات واحدة من أبرز الموضوعات هو مشروع الموازنة، الخطة والموازنة العامة للدولة 2016-2017. وبينضم إلي من أمام مجلس النواب النائب فوزي فتى. برحب بحضرتك معانا النائب. استاذ زكي فندم ازي حضرتك. خليني اسال حضرتك مباشره، يعني اهم الفعاليات اليوم حول مناقشات الخطه والموازنه. لا حضرتك، كل لجنه دلوقتي الخطه والموازنه بتتوزع على اللجان، وكل لجنه بتقرها على حسب الجدول الاعمال. النهارده حضرتك اتحول لنا خطه بتاعه الخاصه بالشباب والرياضه، ناقشنا هيئه الاستاد من قيمه يومين ميزانيه هيئه الاستاد، وطلبت هيئه الاستاد ان احنا نزود او نطلب من الحكومه زياده المخصصات الخاصة بيها لأن عندها عجز. والنهاردة حضرتك الأهم أن احنا دخلنا قانون الشباب والرياضة في الفصل التشريعي الحالي، ودي من أهم الإنجازات اللي اللجنة عملتها. والنهاردة خدنا قرار الصبح أن السيد فرج عامر والسادة الوكلاء بأن احنا نوزع القانون الشباب وقانون الرياضة على جميع الهيئات الرياضيه في مصر، لرؤساء الانديه، لمراكز الشباب، لوكلاء الوزاره، للجامعات، لوزاره التعليم، لوزاره التعليم العالي، على اساس ان هم يكونوا مشاركين معانا في صناعه القانون، لان القانون الخاص بالشباب لازم الشباب هو اللي يشارك فيه، قانون الرياضه لازم قانون الرياضه هم الرياضيين اللي يشاركوا فيه، بحيث ان احنا ننجز ونطلع منتج محترم يليق بشباب مصر ويليق برياضيين مصر. معالي النائب، الخطه والموازنه برضو من الموضوعات المهمه جدا، ومنتظر ان لجنتها تطلع تقرير بكره يعرض على الجلسه العامه. كلام كتير عن الخطه والموازنه، اهمها مثلا مساله المخصصات الماليه الموجوده في الصحه وفي التعليم وفي البحث العلمي. شوف ازاي اهم ما وصلت الى هذه اللجنه. بص يا فندم، احنا لو بصينا للخطه والموازنه، الدوله ظروفها كلنا عارفين، ولازم نيجي نتكلم على اساس ايه امكانياتك، ايه انتاجك، وايه غير انت. النهارده حضرتك دخل البلد ايه؟ دخلها من السياحه، من مفيش تصدير. النهارده المقومات الاساسيه للدوله مش موجوده، مش هنقدر نطالب مخصصات اضافيه. ما مخصصات اضافيه يبقى انت بتطلب لابد ان الوزاره او الحكومه اللي انت تابع، يعني مثلا وزاره الشباب عايزه نص مليون، عايزه اصلا 500 مليون. الاستاد القاهره عايز 76 مليون، نيجي على البحث العلمي عايز، التعليم عايز، الصحه عايزه. طب النهارده مفيش اساسا، احنا ما فيش في دستور قال 3% على ان تتزايد زياده توصل 10%، ده اجبارا على الحكومه ان هي توفر البند المالي الخاص بايه؟ بالتعليم، البحث العلمي، الصحه. يعني يا فندم، اذا لم يحصل الناس في الموازنه العامه للدوله على هذه المخصصات، في باب يعني للموافقه على الموازنه بعد مخالفه للدستور؟ يا فندم حضرتك النهارده احنا في ده شوف خلف في الدستور، النهارده في خلال السنتين اللي فاتوا دول تم توفير حوالي من 200 ل 300 مليار على حسب ما رئيس الجمهوريه قال، توفير في الميزانيه. طب النهارده حضرتك انا عايز اضافات ماليه خاصه بجميع الوزارات. التعليم والصحه دي اساسي ما حدش يجي ناحيتها. التعليم والصحه ما حدش يجي ناحيه الصحه والتعليم، لابد ان الحكومه والدوله توفر لهم ما جاء في الدستور. دور على الوزارات الاخرى، جميع الوزارات طالبه مخصصات ماليه اضافيه، طلبوا مننا من اللجان جميع الوزراء. طب النهارده الدوله هتوفر منين؟ يبقى لازم نقترض، يبقى بنحمل عبء جديد على الشباب اللي جاي، نقول يا شباب مصر، يا اطفال مصر، انتوا هتشيلوا الديون الخاصه بمصر. اسمح لي يا فندم، النهارده واحنا بنتكلم عن ايام قليله تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، استعدادات البرلمان ايه للعمل في رمضان؟ اهو هنشتغل برضه في رمضان، يعني المشكله ان احنا مش هنعرف ان احنا نروح دويرنا ولا نلف على اهالينا في البلد نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ودي هتسبب لنا مشكله ان احنا متعودين ان احنا نلف الدايره كلها ونلف كل البلاد في شهر رمضان، نصلي هنا العشاء، نصلي هنا يعني مشكله. فهنشتغل ورش عمل دائمه موجوده في شهر رمضان، اللجان وجلسات. طيب بتتابعوا مساله الاسعار في رمضان، خاصه طبعا السلع المتعلقه بالاستهلاك بتستهلك في رمضان اكتر؟ والله بص حضرتك في ازمه ضمير عندنا، صدقني الحكومه مهما تعمل الحكومه عايزه تراقب رقابه على الرقابه، يعني عايزين نعمل رقابه على الرقابه. النهارده المشكله فينا ان احنا ما عندناش ضمير، الحكومه بتقول كلام وتلاقي في الشارع حاجه تانية خالص، ودي مشكله في حد ذاتها. فالنهارده بطلب من الدوله
انها تتوسع بقدر الامكان في انها تعمل مولات تبع عليها، تعمل اماكن للتوزيع الخاصه باللحوم زي ما بتعمل، خاصه بالخضروات، وانها تراقب نفسها على نفسها. هي دي المشكله. ويا ريت حضرتك لو شفنا اي سلعه، اي سلعه زي ما العالم كله المتحضر بيعمل زياده في سعرها ما ناكلهاش. عارف لو بطلنا اكل اللحم اسبوع، اسبوع بس هتلاقي اللحمه ب 50 جنيه. مشكلتنا احنا كشعب مصر اما السلعه بتزيد بروح نشتري اكتر. نبطل الشيء اللي يغلى اسبوع، ايه مشكلة بنبطل اسبوع اكل لحم هتلاقيه ب 50 جنيه. سياده النائب فوزي فتى، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شاكر فضلك. الساده مشاهدي عين على البرلمان، نشكركم على حسن المتابعه ونلقاكم في مزيد من الوصلات الاخباريه بمشيئه الله.